احنا امام موسم تاريخي للنادي الاهلي. النادي الاهلي استرد كل الالقاب تقريبا، فاضل لنا الدوري. انا ما حدش يقول لي ان انا خدت الدوري، بالمناسبه انا ما خدتش دوري حتى هذه اللحظه. النادي الاهلي لم يحصل على الدوري العام المصري. احنا عندنا منافس اسمه بيراميدز، عندنا منافس اسمه فيوتشر، بعديهم الزمالك. لا احنا كده، هتقول لي يا عم اسلام والنبي ما تقولش، لا هي دي الحق، هذه هي الحقيقه بالمناسبه، وده اللي احنا كل الناس بتقوله، كل المسؤولين بتقوله للعيبه. عمرك سمعت حد من المسؤولين؟ كابتن سيد بيطلع اليومين دول كتير، وكابتن سامي والكباتن كلهم بيطلعوا اليومين دول عشان الاجازات. لو جيت تسالهم هيقول لك لا ما خدناش دوري لسه، الدوري لسه بدري. النادي الاهلي هو الاكثر تحقيقا لبطولات السنه دي، عندنا 22 بطوله بره كره القدم، دوري وكاس وسوبر افريقي في اليد رجال، ودوري وكاس في اليد سيدات، بطوله عربيه، سوبر مصري في الطايره رجال، دوري وسوبر مصري في الطائره سيدات، اللي بالمناسبه احتفلنا بيهم هنا، الطايره سيدات احتفلنا بيهم هنا مع كابتن هيثم السعيد. اكمل بس بقيه اللي احنا خدناه السنه دي، دوري المرتبط، كاس مصر، دوري السوبر، وبطولة أفريقيا اللي هي البال 3 في كرة السلة، مع بطولة منطقة القاهرة، ودوري المرتبط، والسوبر المصري، وكاس مصر، ودوري السوبر في السلة سيدات، الدوري وكاس مصر في كرة الماء رجال، دوري تنس الطاولة رجال، دوري تنس الطاولة سيدات. أنا تعبت، صدري وجعني، أنا بنهج، أنا عمال أقرأ بطولات النادي الأهلي في هذا الموسم. أنا ما بتكلمش عن كرة القدم بالمناسبة، اللي هي فيها اتنين سوبر وكاس مصر ودوري أبطال إفريقيا حتى الآن، لسه هلعب كاس العالم نهاية هذا الموسم، نهاية هذا السنة سوري، ولسه في سوبر إفريقي، عندي الدوري العام لسه مخلصش، كاس مصر الجديد لسه مخلصش، عندي كمان فريقين من ألعاب الصالات هيلعبوا كاس عالم للسلة واليد. يعني بمثل أفريقيا كرة قدم، كرة سلة، كرة يد، بمثل أفريقيا وبمثل مصر في كأس العالم للتلات لعبات المختلفة دي، كل ده في موسم واحد، ومش هنشبع، عمرنا ما هنشبع، عمرنا ما هنطلع. يعني ممكن نغير بقى طريقة احتفالنا بالكاس، يعني النهاردة نمسكه كده كاس الناحية التانية كده، وبعدين ممكن نيجي بكرة نعمله كده، وبعدين ممكن نحطه على الترابيزة دي، وبعدين ناخده من الترابيزة دي نحطه على الترابيزة التانية. كاس أفريقيا مش موجود معانا كل يوم، يعني مع إن احنا خدناه 11 مرة، لكن بنفرح نتبسط، لكن عمرنا ما بنقول إن احنا كفاية علينا كده، عمرنا مش النادي الأهلي ولا اتعشت يعني، لا احنا ما بنقولش ولا اتعشت ولا عمرنا ولا الكلام اللي بيتقال ده، احنا كل اللي يهمنا ان احنا ناخد بطولات. لما بسال دكتور محمد شوقي امبارح عن ال 18 من 22 لعبه في بتاع، قال لي احنا مش هنفكر في ال 18، ولكن قال لي احنا هنفكر في الاربعه دول راحوا ازاي؟ ونجيبهم ازاي السنه الجايه؟ هذا هو النادي الاهلي، هذا هو الفارق ما بين تفكير اي حد في النادي الاهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي وجمعيته العمومية، وما بين أي حد تاني وجمهوره. طبعًا يعني وجمهوره، وما بينهم وما بين أي حد تاني.